مسؤولة الدبلوماسية الإسبانية السابقة أرانشا غونزاليس مدعوة للمثول أمام القضاء على خلفية تورطها في قضية إدخال إبراهيم غالي زعيم جبهة البوليزاريو إلى إسبانيا بوثائق مزورة. الدخول الذي أدخل العلاقات بين مدريد والرباط إلى مرحلة من التوتر الغير مسبوق. القاضي مؤخرا وبناء على مذكرة تقدم بها محامي إسباني تمت إدانة الوزيرة السابقة على أساس أنها كانت متورطة مع مدير ديوانها وأيضا أفراد من الجيش. أعتقد بالنسبة للمغرب هذا يشكل حدث مهم، لأنه منذ التعديل الحكومي الذي طرأ على التشكيلة الحكومية التي ترأسها بيدرو سانشيس رئيس الحكومة كان هناك نوع من الانفراج نسبي على الأقل على مستوى الخطاب. استدعاء وزيرة الخارجية المقالة ومساعدها الأول إلى جانب نائبة رئيس الوزراء الإسباني السابقة كارمن كالفو يتزامن وتوجه حكومتي البلدين إلى تجاوز الأزمة الدبلوماسية وإعطاء فرصة لإنهاء التوتر، خاصة بعد خطاب العاهل المغربي الملك محمد السادس الأخير. إضافة إلى الثوابت التقليدية التي ترتكز عليها، نحرص اليوم على تعزيزها بالفهم المشترك لمصالح البلدين الجارين. الدلالة الأولى الدلالة السياسية ربما تندرج في إطار تقارب وجهات النظر بين المملكة المغربية والجارة الإسبانية، والدلالة الثانية هي دلالة قضائية. أعتقد أن القضاء الإسباني اليوم أمام محك حقيقي من أجل الانتصار إلى قيم المملكة الإسبانية. علاقات بين جارتين تؤكد الحكومة الإسبانية سيرها في الطريق الصحيح لإذابة الجديد في انتظار زيارة مسؤول الخارجية بها للرباط وتدشين مرحلة جديدة عنوانها إعادة تعريف العلاقات الثنائية. عودة المياه إلى مجاريها بين شريكين تقليديين، وقبل ذلك استعادة الثقة المفقودة، رغبة مشتركة أعلنت حكومة البلدان استعدادهما لتحقيقها وفق منظور جديد ومتوازن. فدوى المرابطي، قناة الغد، الرباط.